شو ما رجع فرحان؟ لسه ما رجع، يمكن هرب، هذا واحد جبان. وانت يا ابو عرفان، يا امير، يا بيك، يا باشا، ان شاء الله ما تبلى من عليك البدله البيضة. امر امر. لزمي حدودك يا انسه، شو عم تتغزلي فيه؟ روحي من خلقتي، روحي شوفي جوا شو لازمهم. وينك؟ انت من الان وصاعد راح تكوني وصيفه الاميره خيرات خانم، فهمتي؟ يو خزيت العين، لك شبه عم بمزح معك. هو شو ما بتلا مزح انت؟ مرت عمي، مرت عمي، سيارتك سي جاهزه والعداد عم يمر. ما سمعت الزمولة؟ ما قلت لك ابو عرفان؟ يلا يلا بسرعه، يلا 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 عمو، سيارتك سي جاهزه. سمولة ما بدي، ما بدي، ما بدي، خليها يلا يلا، ما بدي قيصرية، ما بدي معها. خيرات خانم، خيرات خانم، خليني اقرا لك القصيدة. طب هلا وقتها انت كمان مالك شايفني اخذ البنت عن المستشفى؟ ارجوكي خليني اقرا لك اياها. لا تقرا لي، وينك ابو عرفان؟ انا اخذ خاطر لام سامر واميره خانم. اذا انت من العصابة. لك يا روح، بلا عصابة بلا شيء، روح، بدي اخذ البنت على المستشفى. لا اخذ طبنجايات، بسيطة بسيطة عمي. يلا اجيت، طابرني اجي. ميت الحمد لله اللي قامت بالهنا. قليل شو تعبت، هي حصرتي شو قضيت. تسلمي لي يا ام تيسير. لا الحمد لله هلا منيحه، قليل اللي داقته يا حصرتي عليها. لك انا قديش صار لي بشتغل هالشغله، ما مرقت علي هيك ولاده. يلا ستي الحمد لله على سلامتها. مسكينه شو تعذبت، شو نايمه هلا؟ شفتي بعينك ام تيسير، رجعنا وش الصبح من المستشفى، ولولا المصاريف اللي مالها طعمه كنت خليتها بالمستشفى، بس انتي ادرى بحالنا ام تيسي. على كلين الحمد لله على سلامتها مره ثانيه. بس وينك، بدي اقول لك كلمتين. لا تزعلي مني ام احمد، انتي كبرتي على حالك كثير، كان لازم من الاول تاخذيها على المستشفى. كنتي وفرتي عليها يا اختي شويه عذاب، وبساعتين زمان كانت خلصت. اختي انا تربطت ايدي، ما شفتي هالبلوه اللي انحدفت علينا؟ قصدك ابو عرفان؟ شبه على سلامته ظريف. اختي ظريف مو ظريف ما بعرف، اجا وندب ببيت في مطلقه، لك شو قعده وراح عامل لي فروده وطبنجات، لك شو بحارب السفر برلك انا؟ بقى صرت خايفه اترك البيت واخذ البنت على المستشفى ليعملوا شي جريمه بغيابي. يعني انت ام احمد مو مفكره لبعدين؟ بشو بدي فكر؟ ايش عرفني؟ هلا ابو عرفان مو جاي يطلب ايدك؟ يعني بفهم منك انه انت مو موافقه. يو ام تيسير شو موافقة؟ شايفتيني جنيت؟ الله يرحمك يا أبو أحمد، ما بتحلى بعيني رجال من بعدك. يعني مو واردة إنك تغيري رأيك بعدين؟ لك شبكي ام تيسير، لقيتيلي قلبي، ليش ما عم تفهمي علي؟ لك أنتي أدرى الناس فيني، ليش علقتي على الموضوع ونازلة على أسئلة؟ شبك؟ ما في شي، بس بيني وبينك أبو عرفان هو بده يتجوز، وطلبه بنت حلال شرواكي، و بتعرفي يعني. لك شبكي ام تيسير، شو قصدك؟ ام احمد نيال من فاد واستفاد، اذا مالك شغل فيه حرام نضيعه من ايدنا. صحيح هو كبير شويه بس احواله منيحه. ام تيسير عم تحكي جد؟ يعني ايه تقبريني شو فيها؟ ذكريني بالخير. يعني بدك تتجوزي؟ ايه يعني شو عيب ولا حرام؟ على سلامتك يا ابو عرفان.